في أحد هنا؟ ألو؟ أخيرا رجعت يا راكان. من أنت؟ وكم لك موجود هنا؟ أنا ديف، وأنا انتظرك هنا من أيام أو يمكن أسابيع أو حتى شهور على حسب مدة آخر مقطع نزلته. ومتى آخر مقطع نزلته؟ روح شوف. يا ساتر، ليه ساحب كل هذا الوقت يا راكان؟ والله الحقيقة الجامعة هو... لا 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 لا، خلاص، كل ما تسحب تقوم تقول الجامعة. إلى متى؟ اسمع، المرة دي بمشيها، لكن لو سحبت مرة ثانية ترى بستخدم السلاح. اسمعني. أوكي أوكي، طيب يمديني دحين أبدأ المقطع؟ ايه خلاص ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ركان او الملك ركان، ورجعت بمقطع جديد بعد السحبه الطويله اللي الحمد لله تطور في رسمي، يعني ان شاء الله ما اشوف اي تطور. المهم رجعنا مقطع رهيب، وراح نتكلم فيه عن سونيك آرتشي كوميك. قبل أن أبدأ المقطع حاب أقول لفان سونيك، قربوا شويتين قربوا شويتين، لا تفصلون علي، إذا راح أسفف ذي الكوميك بشكل جدا جدا قوي. مو غلطتي، أنا آسف إني راح أسفل فيها، لكن ذي الكوميك تعبت عشان بس أقرأ 290 كبر حقها. اتفق مع ركان، والله تراها خايسه. شكرا ديف، اخيرا صرت كويس معايا. وكمان راح نتكلم عن اللي هو سونيك آرتشي، ما راح نتكلم عن سونيك اي دي دبليو، ترى في فرق بين الكوميكين. المهم خلونا نخش على المقطع. في عام 1993 سيجا قررت تسوي كرتون لسونيك. طبعا راح تسالني اي كرتون اقصد؟ انا اقصد هذا. قنفذ شجاع ظريف محبوب، أنا كيف كنت أتابع ذي الأشياء؟ المهم طبعاً الكرتون فيه منه نسختين، النسخة الكاملة الأمريكية اللي هي خايسة، والنسخة اللي انعرضت على سبيستون واللي هي الرهيبة. بس إحنا مو هنا عشان نتكلم عن الكراتير والأنيميشن خاصة بسونيك، إحنا جالسين نتكلم عن الكوميك اللي تم صنعها عبر عن طريق الكرتون. طبعاً الكوميك في ذاك الوقت تم صنعها من شركة اسمها آرتشي كوميك، وفي ذاك الوقت سووا كوميك لسونيك. بس للأسف ذي الكوميك كانت شيء جدا خايس. انت لو اسألك حاليا المتابع، شخصية سونيك هل هي رهيبة؟ لو انك بس لعبت الالعاب زي سونيك ادفنشر، سونيك ادفنشر 2، سونيك كولر، سونيك انليشت، سونيك جنريشنت الى اخر اخ، راح يكون جوابك يمكن رهيبة ممتازة. في الكوميك شخصية سونيك جدا جدا سيئة. انت متخيل معايا من قوة ما انه سونيك كان خايس في ذي الكوميك، الفانزات نفسها طقطقوا على الشخصية. الى اي درجة حتوصل انك تخلي الشخصية فانزاتها يطقطقون عليها؟ في الكوميك سونيك حرفيا عبارة عن كيس رمل، كل ما يحل مشكلة تطلع له مشكلة ثانية، وكل ما يحل المشكلة الثانية تطلع له مشكلة ثالثة. وفي الكوميك شخصيته عبارة عن خروف. انت متخيلين معايا كم بنت سونيك حبها في ذي الكوميك؟ دقيقة، أربعة، أيوة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. عادي، حتى لو ترى في النهاية خلها ياخذ راحته. تبغاني أضربك؟ المهم ذا مش الشيء الوحيد اللي خلاني أكره شخصيته في الكوميك، بس بل كان يتمشكل مع الكل لدرجة بدأ يتضارب مع تيلز. أنا ما أدري ليش ضربني في ذاك الوقت، أنا كنت مسكين. من جدك؟ إيش؟ لازم نضيف دراما. وبعدين تعال شوية للشخصيات الجانبية، كل أمهم خايسين. وأول واحد اللي راح أتكلم عن الشخصيات الخايسة منهم في ذا الكوميك اللي هو شادو. شادو من الشخصيات القوية اللي ما عنده مشاعر، ولما واحد يعترض طريقة يهزمه ويدعسه.
تذكرون آخر لعبة لشادو؟ ياه أتذكر اللي صار فيها، أسلحة وطقطقات وقتل ودرجة حتى قتل ديفل himself. damn. هذا هو شادو في الكوميك، جالس يطارد ورا بليت اللي هي بليت زكات، ويبغى يعتذر منها لما سفلته. زعل، انت شخص قدرت تقتل الاف الوحوش، انت شخص قدرت تهزم سونيك اكثر من مره، انت شخص يسمي نفسه the ultimate life form، في الاخير تزعل عشان بليت سفلتك؟ والله ذي قويه. اي والله انها قويه. نجي نتكلم عن الشخصيات اللي مهي موجوده في سونيك اي دي دبليو بس موجوده في سونيك ارتشي. عندك مثلا اللي هو ريد سكويرل، عندك مايتي ذا ارماديلو. ايوه، معلومه عن مايتي ذا ارماديلو، هو اكثر شخصيه في الكوميك انجلدت. عادي يا اخوي، تعيش تاكل غيرها. القصه في الكوميك دي جدا غريبه، وشي طبيعي لانه في الكوميك دي استمرت لسنوات كثيره، فشي جدا طبيعي انه القصه راح تتغير وانه الرسم حيتغير. والشيء الثاني اللي تغير مع مرور الوقت واللي هو الرسم. طبعا في الرسمات جدا جدا خرافية في الكوميك، وما اقدر اني اقول لها شيء، بس في بعضها يعني يب زي دي. انا ما عندي مشكلة ان الرسم يتغير، ذا شيء طبيعي، بس مو كذا يا اخي. شعر سونيك وصل لرجلة، عادي اقول ان ستايله عاجبني، اطلع برا. اوكي، المهم فالرسم كان جيد، بعدين صار سيء، وبعدين رجع جيد. طبعا السبب انهم وقفوا الكوميك ذي هو انهم سيجا قرروا يسوون القصة من الصفر. راحوا عند لهم ارتشي كوميك وقالوا تدرون خلاص قررنا نوقف ذي الكوميك، يعني خلاص احنا ما نسوي كوميك جديدة، وسموها سونيك اي دي دبليو. وبعدها في عام 2017 نزل اخر فصل في سونيك ارتشي واللي هو 290، وبعدها تكنسلت الكوميك كاملة. حزن حزن، تستهبل. شيء كويس وقفوها، القصة اصلا كانت مرة خايصة، شيء كويس انهم خلاص انهوها. يا اخي الكوميك دي كانت مرة رهيبة بس انت كاره. اوكي يا ديفيد، اعطيتك فرصة مرة مرتين ثلاثة، قلت بسامحك، بس شكل الحين بجيبك. ليش لابس قفازات المصارعة؟ الحين لا 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 لا. المهم ذا كان كل شيء عن سونيك ارتشي. ادري ما تكلمت عنها كثير، لاني لو تكلمت عنها كثير صدقوني راح يكون المقطع مليان اشياء خايسه. وننهي ذا المقطع بمقابله مفاجاه للاسطوره، للقوي الكبير سونيك ذا هيدشوك. ديف، ليش لابس لبس سونيك؟ ها، وين سونيك؟ انا سونيك، بعطيك لين ثلاثه حتى تطلع من هنا. ثلاثه؟ لا خلاص خلاص خلاص، طالع طالع. ويلكم سونيك. طيب ذا السؤال موجه لك، هل شخصيتك سونيك ارتشي تعجبك؟ تستهبل صح؟ لا ما استهبل، سؤال موجود. لو اكثر مساحة من التاريخ كان الحين سويتها. الكوميك ذي ما جابت من ورايا الا المصايب. اتفق معك اتفق معك. طبعا بس هذا اللي انا كنت بسألك، انا جبتك لهذا المكان عشان بس اسألك، عشان ناديتك من جرين هيلز. المهم، اي كلمة اخيرة ودك تقولها للجمهور قبل ما يخلص المقطع؟ اي نعم، مهما صار، وركزوا على كلامي، مهما صار لا تلعبون سونيك 2 هازن 6.